پشت سر هم میآیند. كشفت إيران عن أحدث طائرة من إنتاجها. يقول المسؤولون الإيرانيون إن أجهزة الرادار لا تتمكن من رؤيتها، وهي طائرة القاهر 313 ذات المقعد الواحد، ويفترض أن هذه الطائرة الحربية هي الأكثر تقدماً في البلاد. وأظهرت الصور التي نشرها الإعلام الإيراني طائرة رمادية اللون، قال وزير الدفاع الإيراني إنها مصنوعة من مواد متقدمة لا يكشف عنها الرادار بسهولة. ومنذ فرض العقوبات على إيران من القوى الكبرى في العالم، اضطرت إيران لتطوير صناعة الطيران الخاصة بها، وبالفعل حققت بعض النجاح. فعلى سبيل المثال، نجحت إيران في صيانة وتطوير مقاتلاتها من طراز F-4 وF-14 التي صنعت منذ 40 إلى 50 عاماً. على الرغم من الاستهزاء بها عالمياً باعتبارها محض أكاذيب، استمرت إيران في التأكيد على أن طائرتها المقاتلة الحديثة كانت حقيقية وطائرة بالفعل. أصرت حكومة البلاد على أن الطائرة كانت متفوقة على مورتن F-22 رابتر وF-35 جوينت سترايك فايتر التي تصنعهما شركة لوكهيد مارت. ويؤكد الإيرانيون على أن نظم الدفاع الجوي لن تتمكن من كشف الطائرة، وشددوا على أنها من حيث الشكل والمظهر الخارجي تقف في صف واحد مع الطائرات الحربية الشهيرة في العالم. بعد غياب طويل دام أكثر من 3 سنوات، ظهرت الطائرة الغامضة التي تدعي الحكومة الإيرانية أنها أول مقاتلة شبح تعيد صناعتها مرة أخرى. وظهرت الطائرة الإيرانية التي تحمل اسم قاهر 313 لأول مرة في وسائل الإعلام في فبراير من العام 2013، وظهرت مرة أخرى في 15 أبريل 2017. كشف العسكريون الإيرانيون في عيد الجيش الإيراني طائرة مصممة بناء على تكنولوجيا ستيلز للتخفي، وهي مقاتلة كهر F-313 من الجيل الخامس، وتزود مقاتلة F-313 قاهر بمحركين إيراني الصنع، يعدان نسخة مطورة لمحرك تيربو النفاث. ويبدو للوهلة الأولى أن الطائرة أصغر حجماً من مثيلاتها الغربية. وقال وزير الدفاع الإيراني الأسبق أحمد وحيدي أن المقاتلة غير مرئية من أنظمة وسائل الدفاع.